فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأفضل أن يطلب الولد من أبيه أن يسهل له مؤونة الزواج وأن يعطيه؟ هل الأفضل أن يطلب الولد من أبيه أن يسهل عليه مؤونة الزواج وأن يعطيه مالا، أم أن الأفضل أن يصبر حتى تتيسر أموره؟ كان يخاف على نفسه من ترك الزواج، يخاف على نفسه، يجب على الوالد الذي يقدر أن يزوجه، يجب، هذا من حقوق الولد على والده، وهذا من النفقة، من النفقة الواجبة على الوالد، حق له على والده أنه يزوجه. إذا كان يخاف على نفسه ولا عنده استطاعة يتزوج، فهذا من واجبات الوالد لولده. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.